مصلحات مصلحة الضرائب العقارية. رئيس مصلحة الضرائب العقارية الحقيقة قال ان 30 يونيو هيكون اخر موعد لسداد القسط الاول من الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية والتجارية بلا غرامات. بلا غرامات معاك لغاية 30 يونيو. طبعا هيكون في اسبوع العيد، يعني احنا خلاص يوم الثلاث الجاي الوقفة باذن الله، ولكن هو مفتوح هذا الامر. وان الممولين يحق لهم التقدم بطلب لرفع الضريبة العقارية. امتى؟ لو كان العقار بتاعك تعرض للهدم او غيره في شروط معينة يجب ان تنطبق عليك علشان تدفع ضريبة، غير كده انت مش مطالب انك تدفع ضريبة. ولكن قول لي ايه اللي حصل للعقار بتاعك وايه اللي بيحصل فيه. وخزانة الدولة طبقا لقرارات صدرت من الحكومة المصرية مع وزارة المالية المصرية تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية وعن قطاعات الصناعة والإنتاج. على الهاتف الأستاذ أنور فرج المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية. أستاذ أنور مساء الخير يا فندم. مساء الخير مصطفى بيه على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هل هتكونوا شغالين طول ايام العيد؟ لان اخر ميعاد يوم 30 يونيو ده تالت يوم العيد. هو يا فندم طبعا احنا الاول طبعا بنطمن السادة المواطنين ان الهدف من البيان اللي نزل النهاردة هو طبعا يعني بيمثل توعية للسادة المخاطبين باحكام قانون الضريبة العقارية بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. الضريبة العقارية هي ضريبة طبعا سنوية وبتدفع على قسطين متساويين. القسط الأول بيبدأ من يناير وبينتهي في يونيو شهر 6، والقسط الثاني بيبدأ من شهر 7 وبينتهي مع شهر 12. فطبعا هي دي طبعا دي المواعيد القانونية المقررة لدفع وسداد الضريبة. المواعيد طبعا يا فندم بتاعة الأجازات وما بعد 30 يونيو برضه بنطمن السادة المواطنين إن حتى كسر الشهر التالي كسر الشهر التالي اللي هو شهر 7 الممول ممكن يدفع الضريبه فيه، فبيعتبر ما تاخرش فيه سداد القسط المستحق. يعني كويس جدا، يعني لن يطبق عليه في الحاله دي اي يعني مبلغ او غرامات. طيب كويس. معاه لحد شهر 7 كمان كسر الشهر ما بتحسبش برضه من المده المقرره. طب اشكرك، ده رقم واحد. بعد اذن حضرتك، انا كمواطن ما اعرفش اذا كان مطلوب مني ولا لا، مين يوضح لي ان انا لازم اروح ادفع او ما ادفعش؟ ما انا ممكن ما اكونش فاهم هل ده ينطبق عليا ولا لا ينطبق. هل في مكان الجا اليه؟ هل في بيان؟ هل في حاجه تقول والله انت عليك فلوس لازم تدفع او مش لازم؟ طبعا يا فندم طبعا المواطن بيعرف ما عليه من ضريبه عقاريه من خلال الماموريه الواقع في دائرتها العقار. طبعا هي ضريبة سنوية، يعني الضريبة مش مجرد سنة فقط، يعني هي ضريبة سنة متكررة كل سنة بتدفع. بالضبط يا فندم، كل سنة بتدفع. احنا بنبعت مطالبات ضريبية، بنبعت اخطارات بالتقدير والضريبة المستحقة على المواطن وما عليه من متأخرات ضريبية عشان يجي يسددها في ميعاد القانون. طب كويس، ده رقم اتنين. نمرة تلاتة، هل لو انا حبيت اقسط بدل ما ادفع مرتين، طب انا بعد اذنك عايز ادفع كل شهر لان المبلغ قد يكون عالي عليا مرة واحدة، هل مسموح لي ان انا اقسط لك القسط بتاعي؟ طبعا يا فندم زي ما اتكلمنا ميعاد القسط هو 6 شهور، لكن ممكن ندفعه في بداية القسط، ممكن ندفعه في اخر ميعاد للقسط، ممكن ندفعه على كل شهر، مفيش اي مشكلة خالص. يعني ممكن ادفع كل شهر. يعني لو انا مواطن مثلا وطلع عليا 3-4 آلاف جنيه، والله تعالى يا سيدي ما تقلقش ادفع 200-300 جنيه كل شهر وخلص الضريبه اللي عليك، هل ده ممكن؟ موجود يا فندم وممكن تماما، بس اللي بننصح للممول ان هو يجي يسدد قيمه القسط بالكامل قبل نهايه ميعاد القسط اللي هو في شهر 6. بالظبط كده. استاذ انور فرج بشكرك شكرا جزيلا على هذا الايضاح، المتحدث باسم مصلحه الضرائب العقاريه.